بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن بيوت الله في الأرض هي المساجد، وأول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فهو أول بيت وضع للناس للعبادة، للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح عن أبي ذر، سئل النبي قال: سألت النبي أي مسجد بني أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فللمسجد الحرام مكانة عظيمة، لأنه أول بيت وضع للناس، وأيضا للمسجد الأقصى مكانة عظيمة، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر سيد الكونين. وبارك الله حول هذا المسجد. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالمسجد الحرام له قدسية ومهابة، والصلاة فيه يعني ب100,000 صلاة في مسواه، والمسجد الأقصى له مهابة ومكانة، والصلاة فيه مضاعفة، ويجب على الناس أن يدعوا للمسجد الأقصى بالتحرير دائما. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب العالمين. وبيوت الله سبحانه وتعالى يعمرها المؤمنون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمر المساجد، العمارة تعني بناية المساجد، بناية المساجد وصيانتها وتشييدها وترميمها. والدولة المصرية ولله الحمد، بعدما كان يقال عنها أنها بلد 1,000 مئذنة، أصبحت ولله الحمد ما يزيد عن 100,000 مئذنة. وتتولى الدولة المصرية يعني بناء المساجد وترميم مساجد آل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وتشييدها وعمارتها، ولم تبخل على ذلك لا بالمال ولا بالجهد ولا بالوقت. حفظ الله مصرنا، وحفظ الله مساجد آل بيت الرسول وجميع مساجد مصر ذات التراث الأثري. عمارة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقيل أن عمارة المساجد هي العمارة المعنوية بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار ودروس العلم. إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بعدما هاجر النبي من مكة إلى المدينة، وقبل أن يثبت دعائمه كرسول ثبت دعائم المسجد الحرام، المسجد النبوي الشريف، عندما استقرت ناقته صلوات الله وسلامه عليه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا المسجد النبوي الشريف فيه التقى الصحابة الكرام وتعلموا العلوم والفهوم من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان المسجد النبوي الشريف دارا للعلم فاقت كل جامعات الدنيا ومدارس العالم، تخرج منها كبار الصحابة الذين رووا عن رسول الله كل شيء.
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل والعام والخاص الذين نقلوا عنه كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أصحابه الكرام الذين عمروا المساجد، والله سبحانه وتعالى أذن لبيوته أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعمروا المساجد، فهذه الدنيا عندما نقبل على الله سبحانه وتعالى بأعمالنا فإن الأعمال في المساجد تكون شاهدة علينا يوم القيامة، فما بكت عليهم السماء والأرض. البكاء للأرض عندما يكثر الإنسان من السجود لربه سبحانه وتعالى يحزن عليه موضع سجوده، موضع السجود في الأرض يحزن على الإنسان، فما بكت عليهم السماء. إذن علينا أن نكثر من بناء المساجد ومن عمارة المساجد، وألا نشرك مع الله فيها أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والسلام عليكم ورحمته وبركاته.